خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسره لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا للصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سيطر بمسيطر. وعليكم العيال ما عاد صاروا يجوا المسجد بدري. لا لا بيجوا عشان الإقامة بس. صلاه يا ولد رئيس البلدية مرة تعقب عليه حلقة بعد الصلاة شوف ناس ناس ما تبغي ناس ما تبغي الخير بالله مسحب من هنا هذا طيب لا يمكن كان بيرجع له على طول بس انه يقول لك يا احبك انت احبك والله هذا جو مختلف مين انت والله لكن لحظه انت لا كمان ما تستحمل اي حد صح ابد صح الحمد لله والله راح اطوب يا اخي ما يحشم حد يعني يحفظ للانسان قدره لكن اذا زاج الزوج اشكره في وجهه كذا يسوي محمد
لا ايش دعوه افتح عمود افتح علمك بعض الامور التجويديه. انا الامام بعد شوي بقرا سوره الاسماء الطارق الى هنا ثم بعدين اسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب. كلنا هذا نشوف من اولها الى اخرها تقريبا قلقله لين تقريبا هاي سبعه. والسماء والطارق وما السماء والطارق والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. شو المايك شفت من دفنا شلون نركب المايك مشان سرنا. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استوى اعتدلوا تم الصف الأول فالأول. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات لله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله طيب شباب أنا العبارة المكتوبة على صدري ترجمتها إيش نايف أي لن أنساك أبدا ما حييت يعني أنا كذا في بالي فهذا نايف أحد إخواني رحمة الله عليه توفي في رمضان قبل 4 سنوات عشان كذا أنا أبو نايف طبعا هو احد اخواني المشابهين لي في الظروف ولكن كان كاخي اللي جابته امي بالتالي انا اقول دائما كم من شخص الان عنده واحد فاقده في حياته كذا نايف الان ما يعرف محمد عثمان يتذكره او لا ولكن يكفيني انا اني انا اذكره ويعلم الله انه في كل سجود ادعي له ولا انسى من دعاء نايف في كل صلاه على لساني ولا زلت الى اليوم انا اتجرع مراره فقده بالتالي وش أكثر شيء يسعد نايف في قبره الآن؟ دعاء صدقة يأتي نور كذا يا ربي من أين لي هذا النور؟ يقول محمد تذكرك بدعوة محمد تصدق عنك شوف وش سعادتها فيا ناس كل واحد فينا فاقد له شخص كونوا أوفياء أنا أقول هذه العبارة كان بالإمكان أستبدلها بس الوفاء فكونوا أوفياء مع من فقدتم والله العظيم هذه قمة الوفاء إنه هو راحل هو بحاجتك خلاص الله يسعدكم يا رب آمين تفضل وأهنيك على هذا الوفاء والله أنها من أصعب صفات الرجال الوفاء وأحيانا ترى الوفاء ما يكون فقط مع الأموات إنما مع الأحياء نعم. لأنه ترى الوفاء يعود لك أنت قبل لا يكون مصلحة صديقك أو أخوك صحيح هنيئا لنايف فيك مع أنه ميت الله يسعدك والله يا رب اجمعنا فيه بالفردوس والدينه آمين يا رب آمين دعواتكم لها بعض يا رب آمين في مجلس مشكلة كثيرة هلا والله دقيقة صل على النبي دقيقة دقيقة شباب شباب وتكفى تذكرنا اليوم المسجد شوفوا كيف المسجد كيف؟ المسجد اليوم كيف؟ بدون مساعد للأمانة. طيب. نسأل الله أن يقومه بالسلامة. صلي على النبي جميع. قل له لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أشكرك أبو تركي أشكر الأخوال الخواجي على أبو مبارك عبد الله من دخنة. أشكر الأخوال الخواجي على المبادرة اليوم وأنا أشوف الله أنه يستاهل سفير في القنفذة. الله يسعدك الله يسعد ان شاء الله انك منهم ان شاء الله ان شاء الله انا وياه ان شاء الله هو اقل شيء هو من سكان المنطقه ذي هو يستاهل الله يسعدك يا ابو شاكر ان شاء الله وين وانا ودي يساعد ان الله يشفيه مساعد بخير وما في شيء رايح فحص خفيف وبرد ان شاء الله ما في شيء وبيلحقنا ان شاء الله ما حد يدري يحسبون شيء مصيبه لا لا هو شيء بسيط هو بسيط لكن العالم ما يدرون يحسبونها مصيبه لا ما في الا Thank you.
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أتوب هنا يا شباب 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 تعميم تعميم ها؟ وصلنا للتو من جمعية سمو هذا التنبيه التالي من الأحد إلى الأحد الأحد هذا إلى الأحد اللي بعده استقبال مشاريعنا حنا ما في تصويت للجمهور من الأحد الجاي هذا اللي هو بعد بكرة إلى الأحد اللي بعده استقبال مشاريعنا الأحد اللي بعده إلى الثلاثاء المغرب التصويت عبر الواتساب يعني الآن ما يفيد التصويت طيب ليش تقولونه؟ ليش تقولونه؟ توهم قالوا لي سمو قالوا في تعديل فالآن تعميم تعميم ما مشكلة لرسالة واتساب ما أضبط يعني التصويت بعد المشاريع التصويت بعد المشاريع بعد ما نسلم المشاريع المشاريع اللي قالوا كل واحد يجيب فكره ويوريها هو هو عمل مشروع الان وطرحه امامنا مشروع لا هذا مو مشروع هذا مبادره انا حظبطك بمشروع يليق بمقامك الكريم صعب الله اكبر فوق المراجل غيمه ما تمطر الا ديمه تسقي الرفاق قيمه طول الدهر يوفون والله عطاني رفاقه مثل الزهر في باقه للمراجل سباقه والقمه يرقون قد قيل بعد العسره يسرين ما هو يسرى واليمنى بليا يسرى تستنزف المطعون لا جتني سبع جافي والينكسر مجدافي يظهر لي صاحب وافي روحه وعيون يفهمني بنظراتي وما من الالف الى الياء طيب بالنسبه زين الحين اكيد صوتوا ب 20 مليون 30 مليون وين يروحوا هذه باذن الله تحتسب راح تحتسب الاصوات اللي اليوم بس عاد اليوم ما راح يحتسب اي صوت الا يوم الاحد الجاي راح يبدا احتساب الاصوات من يوم الاحد الى يوم الثلاثاء ليش وقفتوا حاليا مشاريعكم حاليا احنا بانتظار مشاريعكم راح شفنا شباب قدموا منكم وما زلنا ننتظر الباقيين يقدمون بحيث احنا نختار منكم اللي هو تصويت الاداره 50% اليوم قدم وهذا كله يحتسب لكم من جمهوركم ويحتسب لكم بالاداره هذا كله تحت نظر الاداره نعم ثلاثه سفره صح ثلاثه سفره اكيد حبيبي غمدان احنا باذن الله بننشر بنعلم الشباب ونبلغ لكن اتمنى ان يكون بعد في اعلان افضل إيه رجع بعد الصلاه لا البروشورات راح تنزل في حساباتنا وفي حسابات لا اقصد اعلان ان الشباب التقييم بيكون بعد المشاريع ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله اكيد لو في مثلا بعد الصلاه شيء رسمي افضل الله يسعدك يبيض وجهك امين يا رب خير من يمثل الجمعيه ارتاح من سير الخيال قبل شوي شفت ارتاح والله ما يهم اني اكون سفير بقدم المجتمعات والله اني صادق يا عبد المجيد انا ولا الجكي
السلام عليكم. السلام عليكم باشا. انا ونجيك ميشو. نظرتي وما تزال غلطتي ودجلت وفرحتي. اي ذاك اليوم في المشروع شفته يفهمني. لا 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 ما ابغى كذا. كان ثقيل وقتها والله. كذا والحين فيها هنا هذا كيوت حق. لا والله. اسمع انا ممثل كويس ولا لا؟ تبغاني امثل لك ايش؟ يلا بسرعه. واحد نادم على فعل سواه. قاعد يمثل نادم. طيب عطني انا ايش؟ لحظة ابو رش مثل انك نادم على فعل سويته بجد. طب اصبر انا يعني لا انا كاميرا هنا. يلا انت كاميرا. ايه ما قلت لك رأي. يا الله ابرجع لك والله. انا غبي والله العظيم اني غبي. يا الله. لحظة مثل انك فرح بقدوم مولود. مسجل هذا في دقيقة 90 مو كذا. مولود زعلان. لا لا هذه تستاهل. لا لا اصبر. لا زعلان. ايه هذا حزين هذا موت فيها. لما اقول انا وين الخوات فرتز. لا انا بجد الحين. عبد المجيد قال جد بدون استهبال. جد. يلا جد يلا ثلاثة لجنة التحكيم. طب ما اعطيتني رايك في اللي راح. اصبر عندي لك فكره حلوه والله العظيم اني صادق. اسمع هذه اختبار التجاليه بس سالم. لا تبعد طبعا عندنا. السلام عليكم. عندنا فاصوليا وعندنا شكشوك اليوم. فاصوليا والله ودنا والله حلوه. عندنا فاصوليا. عندنا فاصوليا شكشوكه. امشي الحين على اجلس. يا عبد المجيد موجود عندنا سكسوكه فاسوليا. هذه اختبار للتمثيلات الممثلين الرجاليين. وين ما وين ما في وين بسام. انا بمثل معكم. قالوا تعرف تمثل. طيب تعال سالم معنا احنا ثلاثه. لا 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 شوف اسرع بعدني. يلا تعال معنا تمثل. يلا عطنا كذا مثال. ما اعرف الله سنتين الا قل حربر. لا تخلع ما يجوز والله. يا الربع والله ما يجوز يا الربع. خلاص انا الحق. يلا شوفوا يلا شوي بدون ازعاج بسوي فقره بدون ازعاج. شوفوا الان انتم ثلاثه. حلو عطوا سيناريو. لحظه تبغون مع بعض فريق ولا كل واحد لحاله؟ اي مع بعض فريق نفس امس. طيب الان انا الحل. اعطيكم استريحوا لو سمحتوا بدون ازعاج. الان نبي نعطيكم فكره مشهد ما فيها اصلا للتفكير. على طول تبدون نبغى نشوف الانسجام كيف يكون بينكم. طيب حلو يلا جاهز. انا ما اعرف امثل. خليهم هم اثنين وانا الحال يعني امثلك تعابير. انا امثلك تعابير وكذا بس. طيب خلاص انت معهم على كل حال. اتس اوكي. المشهد زين حلو. مو بالمشهد تحدثوا لي عن التربيه. لا ما لا ما في مشكله. ما في مشكله اخي ورقك ذا دبت شبدي. اي على طول كذا ابو رش في تجارب كثير. هذا اول. اي لا انت ما فهمت قصدي ابو فوزان. قصدي مثل امس بسام تعال معنا. مثل امس يقول موهوب يعرض موهبته امام لجنه، نسوي لجنه وموهوب وكذا، فهمت؟ انت حق التربيه. عطنا موضوع يعني كذا مثلا. واحد يهاوش اب عشان ولده ضرب ولده. طيب اربعه بسياره ويمثلونهم. تعال هنا اتمنى انك تسبب تدخل اصوات الحين عشان اهف. والله اني لصقعك الحين. خليك تعرف تدخل اصوات. ركز. يريدون مؤثرات ولا بدون؟ الا مؤثرات بالعكس. بس الان الفكره يا طويل العمر شف موظف استقبال بنك جوه زباين همجيين كيف يتعامل معه؟ اجلس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ابن الحلال انا قبلك. انا قبلك. ابي بدل فاصل. طيب طبور انا قبلك. يا ابن الحلال انا مشكله. ولد اكبر منك. اكبر منك شعر. ما له شغل الشعر. الا عطي الرقم اللي معك. انا قبله. ما في هذا يا ابن الحلال. فكري منك انت شعرك ذا. احنا مقصف. صار اخوك ارجع وراها. جاء رقم مقصف. احنا تاخذنا. انا قبله. صفر خمسه والباقي ما تغير. اخر انا قبله يا ابن الحلال. ما لك شغل. شوف لك بنك ثاني. اسمع يا ابن الحلال. هذا فيه كميه وجهه. لو سمحت استريح. الله يسعدك. انا ما في شعر زياده. وحنا وقت الشتاء وهذا كل وجه. كل وجه شعر يعني تدفع. هنا خلصني خلني اروح. طيب يلا تفضل. الله يسعدك امسك. كم فلوسك؟
يا ابن الحلال امسك ورقتي مكتوب هنيا وش اللي لك ربح انت موظف بنك تعال يا طالب السلام عليكم تفاهم مع موظفك تفاهم مع موظفك عايز يدخلني فاهم مع موظفك عيد دخلني جاي قبل الله يحفظك جاي قبل لا 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 انا لا انا ما ادري بس هذا ضعيف ما تكلم انا جاي انا احنا موجودين احنا موجودين وجالسين من اليوم وشايفين لا لا غلط علي غلط علي هذا هذا والله 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 ما عنده سالفه والله ما عنده سالفه لا اصفك مع خشمك والله ما عندك سالفه يا تداخل استريحوا لو سمحتوا استريحوا لان احنا مجيين استريحوا دوري شباب التقييم عند اللجنه فارس فارس مجيين هو يقول لا هو يقول ممثلين بس يا فارس استريح برش استريح عشان بنقيم كنت موث التقييم كالتالي زين ابدعت بصراحه بشيء مع انه ارتجال اللي هو شو انه ما كان في تداخل اصوات مزعج مع انه ارتجال يعني انتم الان سويتوا مشهد على طول حلو انه عين هو نفسه على طول الموظف فكانت هذه بادره خير الان ناخذ الفريق الثاني ثم نرجع لكم بنفس الفكره تفضل انا لحالي طيب ما لحظه لحظه لا 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 انا حسبت كمان تبغى تسال حالك طيب يا نبهك احنا مسوي الفقره لا لانه انا ما اعرف امثل ما عرفت تمثل انتم الان بعد ما يخلصون هم لان انتم الحق لكم ثلاث مرات شوف شوف ما استعد كوي بيطلب مني طلب اطلب خلاص تخاف لا 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 مو بخايف لا هو صادق انه هو اللي قال انا انا اشتغل ممثلين بس لا لا ابو وفي دقيقه عشان ما تفهم غلط وتفسر غلط حتى من اللي يشوفونا المنشد يقدر هو منسدح من القهر ينشد يطلع موهبته الشاعر هو جالس باي وضعيه باي مكان يقول شعر يطلع موهبته حلو الممثلين ما لنا كذا نسوي طب احنا بنتحداكم كلام جدا مقنع الحين لو يجي مثلا فهد مولد يقول ميسي تكفى ببريك توقع ميسي يوافق ما هو كان يمون عليه سوى ذكر طيب 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 حبيبي أبغاك الآن بيعطيك الذهلي بيعطيك الذهلي مؤثرات زين أبغاك تمثل الإحساس اللي بيعطيك إياه الإحساس فقط الإحساس كالتالي كالتالي ولا ذباح خصم 10 زين لحظة بس ما أعطيت الإحساس توي يا كابتن أنا أجرب المايك مالي طيب الإحساس هو عندك ابن وضاع له 6 ساعات ولا تدري وين راح الابن هذا ابدا عد جوك قطعت بصر يتكلم بشيء طيب وين اخر مكلا بصر ولد انتهت ما ادري شكرا جزيلا عساكته طيب عندكم ارجع جعل انا قيم الاخ ما في طبعا مجالي صح ما قيمته معلش الله يجزاك لا لا خلوا محمد ابشر محمد شهادة حق كان حلو الحركة عنده بس انه ما استخدم مؤثرات اضافية يعني ما طلع الجوال يكلم ما كان يدعي ما كان يستخدم المؤثرات هذه الان انتم جاهزين زين ما في مجال للتفكير على طول اعطيك الفكرة على طول تبدون تفكروا زين ما في تقاطع لو سمحتوا اثنين وش ما في الا لا لا في تقاطع يصير تقاطع فيها اذا هازت فاز اوكي زين الفكره كالتالي خالد دقيقه خالد محمد لا خالد ثالثنا يلا تبي خالد تصير خالد روح سطرهم لا خالد ديبان يلا اسطره مع مخه بالله يسلك بالله ابغى اشوف ميسي هذا ميسي يا اخي انا ادري اكثر من كذا اوريك انا ميسي الحين فهد المولد طيب اسطر يلا انتم الان في عيد الضحيه ايوه زين وكلكم بتسوون فيها فاهمين وللاسف انكم ما تعرفون بنصرخ الان قدامكم الضحيه انسد قالك خروف لا ما هو كذا مو كذا الله يهديك مو كذا الله يهديك هو ممات لا بدون يا ربع لحظة هي ميتة أساسا ما تحرك بدون يا جماعة فارس 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 قم فشلين خالد دقيقه والله دقيقه انا اشكركم على التواضع انكم تخلون الفريق الرابع هو اللي قيمكم الممثلين حلوه سالفه هذه من اليوم يلا نفس ارتجاليه الان انتم الثلاثه لحظه ركزوا انتم الثلاثه ايوه طب نرجع شويه عشان نفس الفك شوفوا لكن التجربه الان بتصير اصعب ليش غير عشان لا غير جيت خلينا ناخذكم ما بقول لنا بس ايوه هي 4-4 نبي 4 طيب بس شوفوا ترى نفس امس بس الفرق ما فيه وقت نخطط على طول ارتجاليه كل واحد طيب تسمحوا لي اقول لكم شيء احنا نبغى نصعب شوي مو بس يلا الان اول شرط اول شرط انه مشهد صامت
هذا اولا حلو. نحتاج انها تصل الفكره والمشهد صامت. حلو. زين المشهد كالتالي. كالتالي ولا كالتالي ولا ذباح؟ شوفوا كل واحد يمسك دوره وخلاص. والله انا جاي اقول لكم مشهد يا انا بيجيب لكم مشهد صعب. مو كل واحد يمسك نرجع 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 عشان بس نرجع. لا هنا كويس اشرح هذه الحاجه لو تو مثلنا مشهد عوض الموظف بنك قدام اثنين هذول اشرحوا له هذه الحاجه عشان لا 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 تكسرنا اليوم بس شوف شوي عيال قاعدين نلعب تفضل استريح استريحوا لا هذا مدري يعني قاعدين نلعب مسبح يلا يلا ابو فهد تقريبا حصلنا كتبت ترى لازم اسوي ترى صابت طيب حاضرين مباراة زين وابغى انفعالاتكم طبعا بدون استنقاص لانه المشهد صامت زين حاضرين المباراه مشجعين فريق واحد ما ادري عاد انتم فكروا زين حاضرين المباراه ابغى تعطوني مشاعركم في حضور المباراه هذه هجمه ضاعت هجمه جت مدرجات مدرجات يلا مدرجات يا كلك حبة حبة يا كلك أكل البرشومي يا كلك لا 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 حبة حبة ترى في خصم هنا في خصم لا تبرة إيه طيب يا كلك أكل البرشومي يا كلك ياك 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 يا كلك حبة حبة يا كلك 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 كيف بدنا نموت يا اخوي انت لا اصبر مبروك على الصافي ايه كيف انت الان اجين انا اقولش مرقي صامت ما تكون صامت طيب يلا بسام تشارك معهم لا طويرش بعدين لحظه لحظه ابى اقول لك حاجه يا كابتن لا صار مشهد صامت فرجع مباراة ما اول ما تهدم مباراة على طول هدف اصبر شوي والله انك تسمع بالتمرين ترجع منغب انا منغب اول ما تبدا تشجع هدف على طول دقيقه دقيقه والله انا ودك دقيقه عبد المجيد ولد دقيقه دقيقه من قال لها ان مباراة ما تدري كيف هي ارتجاليه نحن بنص المباراة انتم فريق واحد استريح كذا كذا قول الان الان صعبت المساله لانه كثر العدد كثر العدد تقييم شوفوا بصراحه بصراحه انه اعطيكم من 10 عطك واحد عطك واحد من 10 لا لا كلكم فريق واحد استهلوا 6 صراحه 6 من 10 طيب ما نبي صامت ما نبي صامت مو بصامت الان مشهد متحرك يلا معنا عبد المجيد الحين تعال 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 ساعدنا تعال ساعدنا في المشهد شو السالفه ارتجاليه نفس ارتجاليه يلا واخروا واخروا يلا بعد عمرك ممكن ما نستخدم بعد عمرك لا لا خلها حولنا والله طح طاحه قبل شوي طع لا عادي احسبني استهتر حيده ومن شلون خلاص هناك فينيش ودي نبي مثل استهبال نبي صدق والله هذه ترى مصالحنا احنا ادري لا 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 جات 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 احنا فين لا خلاص تو يلا طيري 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 طيب الان الان عندنا عامل يشتغل في محطه وقود زين ويمرون عليه زباين نبغى خليط من الزباين اللي يمرون بين المحسن والمسيء خلاص انا بدون 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 يا شباب انا مشاور هبدأ على طول ما في اتفاق لا لا مو بصامت لا لا مو صامت مو صامت الطبيب ابعدوا كذا طلع المحطه خصم 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 واحد صامت ما في اتفاق على طول هبدا لا بقول لهم لا تفكر يا وائل وائل تبدا على طول فهمني فنيا انا فاهم يا وائل بس كذا يطرم يطرم يا الله يا رزاق يا كريم يا رب رزقنا فلوس زي الناس يا الله يا هلا والله يا عم ارجع تانكي من الجهة الثانية الله يسر لك لا لا من الجهة الثانية دور يا حبيبي يا مال اي وصل صار نفس الشيء 10 على كيفك نفس الشيء باليمين على 10 طيب يا حبيبي شوف كذا يا حبيبي نفس الله يجزاك خير كذا كذا ايوه يلا 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 صح؟ بس بس لا تعطي بحرك للجمهور 10 والله 10 والله احمر في توت الجمهور في الشركات حلنا. شباب شباب الممثل ما يضحك يا شباب يعني شبعت الحمد لله شكرا الله يجزاك خير الله ان هذا فنان دائما مبتسم متفائل لا لا تسلم الله يجزاك طاط 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 عبد الزين اخلص التانكي من الجهه الثانيه دور ايش هذا العالم اللي عملته انت عليه حاطين
التأمن هنا. ارجع ريوس 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 ريوس. سير اللي وراك بس. بكم عبيلك؟ عب فل اخلص. فل يعني كيف هب ورد وفل ولا كيف؟ لا فل اخلص. هذه قد ست صغير بلا والله اسطرك اسفرك الحين. اخلص. سطر من ليش يا اخي؟ اسفرك الحين اخلص عب بنزين اخلص. طيب يا اخي انا ايش سويت يا اخي؟ عب لا تسولف عب ما جيت اسولف انا بسرعه وراي اشغال. طيب بكم؟ فل. يعني كيف احط بنزين عليه فل؟ لا حول عب 20 ريال اخلص. يلا 20. شكرا. يلا هذه فلوس. فلوس طيب فلوس. الله يسامحك. هيا بالله هذا كيف اغطيها دحين من العجز كيف بالله؟ يعني عبي لك لا ابو على الوجه عب بنزين يلا بسرعه. طيب عبي لك من الكبوت قدم شويه يا اخوي احوال انت في التانك حقك. انا كبوتي بالتانك عب التانك ابغى تعبي في التانك. كبوتك بالتانك ولا تانكيك بالكبوت؟ تانكيه بالكبوت. طيب افتح كبوتك يا اخي مزاجي. خلاص ايش عبي لك؟ بنزين اصفر. بنزين وش تعبي لي؟ متسابل على راسي انت. هي بنزين من عندنا شكلك من كل واحد قبلك بخمسه ولا كيف؟ شكل يلا شكرا يلا فلوس يا طيب فلوس. ايش العالم هذول؟ كل واحد يحاسب واحد يضرب ليش؟ روح روح سلم سلم خان سلم سلم دق 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 شكرا. كيف بالله؟ حلوه هذه حلوه صح؟ بس تدري ثاني شيء ما يبقى ما هي بشوري بس عطها عطها معليش انا معليش انا معليش تو ما صحصحت ما صحصحت باقي. تدري وش اللي يركد عقلك فيها؟ انا فعلا كل واحد يفكر بها يتعب يبي يشوف وش نهايه وش ما يعرف. تدري وش اللي يركد عقلك؟ شيء واحد. وش اكثر شيء تكره في الدنيا وتخاف منه؟ الموت. واهلك يخافون منه وينصدمون؟ لا الموت اكيد الموت. فلذلك طويل العمر هو شيء اصلا مخيف. ان ما احد يتقبله، كل يتمنى له حياه مديده وطوله عمر. فالجنه اعطيت انت الامنيه هذه لكل يتمنى احد ما في موت ولا في نهايه. كيف شعوريا ما تقدر تستوعبها؟ هاي صعبه جدا. ابالك شيء، هذا طال عمرك قعدت فتره افكر ورحت عند شيخ جلست مع شيخ. قعدت فتره تفكر؟ اي تعبت من التفكير؟ تعبت مره بغيت انام. لان انا اذا فكرت زيد انام. حتى اوقات اقول الله يجعلني ما افكر الا جات الاوقات. اذا جاء الاختبار وش تسوي؟ انام. بالله والله نفس وضعي. شلون يقومون عند الشيخ؟ صوت مشترك. رحت عند الشيخ فكنت جالس مع احد المشايخ الله يستر عليه فبدون ذكر اسمه فقعدت اقول له يا شيخ قهر قلت انا في سؤال لي فتره افكر فيه. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الشيخ وخلق الجبال وخلق السماوات وخلق الارض. طيب احنا يعني الله يعني الله خالقنا يعني جايين من بطن حرمه يعني كيف الله خلق؟ فطالع فيه قال تذكر قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هذا الدليل. فكل ما شكيت في شيء فتذكر هذه الآية. هذا الشيء البسيط اللي ذكره. أود أن تسأل ورادا اشتقت الأخوان الصغار الملاقيف نفسي على شوفة للنفس والها بس الطموح أحيان منه مناكيف والدمعة اللي قد ملجنا بطاوحات ترى السبب قلبي تذكر عشيرة راحت وفي خاطري يوم راحت يلا عسى بكفاية الزين خيرا ما ادري عقب فرقاي هي استراحت ولا انها مثلي بحال دميره يوم الوداع العين للعين بوحت وما دمعتي بينت كل السرير آه
قلت ظروفك دب الوصل شرحت قال الظروف حيل والله عسيرة قلت البروق اللي بعينك لوحت قال الدموع تثبت اني كسير قفيت ما ابغى اشوفها يوم الصبحات قالت بشهقة علب البعد خيرا قالت بشهقة علب البعد خيرا أحد عشاها القرصون فطح الحيل وحد عصيد يلاط الكبد حر يا رب زينها علي وزين ولا تطينها على شعبك الله أحد عشاها القرصون فطح الحيل وحد عصيد يلاط الكبد حر البارحة يا حسين يا حيل بالحيل والبارحة يا حسين مركايك يمن العشاء لين أذان الفجر يا حسين ما غير سالي خاطري بال دموعي مثل الذي من يقضي الدين بالدين مثل الذي من يقضي الدين بالدين كل سبب طير حسين لطموعي يا النادر اللي شفته تطرب العين اقف ورا خرب مصدر جزوعي مذيل وقويت من اقوينا له وما قصر وقت المنافع ربوعي ولا والله اني ودي اني اجي اسمع مبتني وانت متى ما لا يبيننا يبيننا والله يبيننا جيه استثنائيه شفت اللي نبغى نثريهم يثروننا احنا مو احنا لو نثريهم والله هم يثروننا بكلامهم قصصهم احنا بنونسهم نجي نونسهم بالشيرات بنونسهم ترى شوف كبار السن تدري وش اللي يونسهم وذا انك تجي تسمع منهم بس اشهد بالله بس هذا اللي ابغاه منك ما يبغى منك شيء احنا اللي بحاجتهم ما هم اللي بحاجتهم اشهد بالله لكن هي يستانس لو انه شاف احد خاصه لو صار صغير سن يسمع يستانس وان هذا جاني وسمع مني واعطيته اني انا افدته وكذا هو يستانس تنشد عن علوم تنشد عن علوم الأولين تنشد عن إن كان شاعر تنشد عن قصيدة تطلب منه القصيدة تطلب منه يستانس يا رجال حتى اللي يجيك الشايب المهدري المهدري اللي ما عاد وراه شيء لو تجلس جنبه وتقول له بيت قديم ولا كمل ذا جاب لك هل هلك هلن بيت بيت هذا مثل وبأسلوب وشيء الله يطول بعمره فغير ذلك يا ولد ودك ان اللي ما جلس في مجالس الشيبان ولا انه ما بيجلس واجد انه يجلس جالس الشيبان ترى من اساس من اساس المرجله ايه يا اخوي من اساس المرجله كرجل شوف بنائك كرجل يعتمد على احتكاكك كبار السن ولا ان كنت ما تحتك كبار سن ولا تجلس معهم من وين بتجيب علومك من وين بتجيب مراجعك من وين اعلمك من كوبي لان انت الان سبحان الله في نسخ معلومات ايه؟ تنسخ وتلصق المعلومات عندك بناء عيالك بكره بيجون عيالك كيف انت لا جلست مع الشيبان كبار السن خاصه من صغر سنك يعني من قبل انا اشوف حتى الاطفال صار المفروض الواحد يجيب مجلسهم في مجالس كبار السن يعرف العلوم يعرف السن حتى يعرف المجلس يحترم كيف يحترم المجلس للاسف في ناس وانا اعرفهم شخصيا والله بعضهم انه اكبر مني انه ما يحترم المجلس اللي هو فيه ما هو متعمد لا من قل معرفه
يجلس هم يقاطع ولا يهرج له يقول ينطلع كلمته ولا انه يتعدى ويجلس في صدر مجلس فيه اكبر منه ولا يجلس متكي على المتكة وفي شيبان وفي ناس اكبر منه ولا منه مثلا خلنا نقول لا منه قلط العشاء قام تقدم على الشيبان لا منه تعاين فيه هو كبير رجال كبير ناضج وفيه شيبان جالسين ما تدري هو انا متاكد ان في بعض الناس ما هو متعمد ما يتعمد لكنه من قل معك لا بعضهم انه خلق خلنا نصرح معك يعني خل انا اتكلم على الاغلبيه اللي انا اشوفهم اللي انا اعرفهم يعني يا ولد هذا تدري يوم تشوفه تعرف ان هذا يمكن يجهل الامور واجد ولا وفيه عكس صغار سن تلقاه عمره 18 19 ما شاء الله عليهم اليوم تشوفه تحس انه شايب وش قردي تحس انه شايب لا جالس معك يا ولد هروج وسواليف علوم شايب لان ايش شايب خالص لان جالس مع من يجلس معك برص يجلس مع الشيبان يا اخي ما جلس مع الشيبان اجلس مع امك وابوك لا الحين الى الان الى اجلس مع امك وابوك انا بالنسبه لي الى الان وفي عمري هذا محتاج شيء احتاج جلسات مو جلسه كلنا جلسات ما هي بجلسه يا ولد في امور واجد احنا نفتقدها نجهلها شوف كل ما زادت كل ما كثرت من جلستك مع الشيبان كل ما عرفت الدنيا ذي شيء واجد اشهد بالله تعرف تبغى أعلمك حاجة تبغى تكبر وانت صغير تبغى تكبر وانت صغير اجلس مع شايب اشهد بالله اجلس مرة مرتين ثلاث اجلس مع الشيبان لا تتركهم تجيك معلومات بكرة انا طلعت مع اخوياك في البر ولا طلعت معهم في مجلس رجال طال عمرك هل عندك كلام اللبق وتحس بالكلمة الف حساب بعضهم ممكن تلقاه في المجلس ساكت طول الجلسة الصمت حكمة الصمت حكمة ولا يعطيك بس كلمتين والله انها تغني من هرج المجلس كله صدقت ارحب بالسلام يا هذا واحد من الشيبان هذا واحد من الشيبان شايب انا الله يهديك ارحب عرفت شلون؟ احنا نتكلم عن موضوع اداب المجلس ترى دخلنا بيت الحكمه وجلسنا وتذكرنا الشيبان قلنا احنا ودنا نجلس معهم الصباح جلسنا فتطرقنا لموضوع مجالس الشيبان والفائده منها وش الواحد يستفيد من مجالس الشيبان ومن سوالفهم ومن علومهم الشيبان اول شيء تتعلمه منهم الادب طيب الله هذا هو اهم شيء هو اللي راح تعلم منهم صدقت يا رجال كيف ينسطون بعض كيف الكبير يقدر الصغير وكيف الصغير يحترم الكبير تصدق وش اللي يبهرك فيهم اكثر وش اللي يبهرك فيهم اكثر الشيبان انا على كثر ما جلست معهم مع الشيبان ومع ذا اشوف والله العظيم انك تجلس تتمعن اتناظر في كلامهم اتناظر في يا اخوي انت احنا شباب مفروض ان احنا الشيء اللي هم يسوونه مفروض احنا محاسبين احنا اللي نسويه احنا الشباب اشوفهم يسوونه اعطيك مثال شيبان كلهم الواحد لحيته بيضه وعنده وتلقاه جد تلقاه يقدر اللي اكبر منه بسنه ما ادري سنتين ايه بشهر لا منه جاء دخل مع الباب يا ولد قمز وشايب يا ولد جد وشو الاحترام بينهم يقوم له ولا منه طال عمرك قام بيقلط على العشاء قام قدمه ولا من حتى هم لا جاوا يشكرون يا ولد تلقاه ذا يحلف على يقدرون بعض اكيد هذا الحين يا رجال الحين يا ولد شوف يسابق عمرك وبينك وبينه 15 سنه 20 سنه أشهد وتلقاه يا ولد يا رجال بعضهم طال عمرك يعني تالي شفنا حتى تشوف في الزواجات وكذا خلينا نكون صريحين شفنا تالي عينات نسال الله السلامه يجيك عمره 45 ولا 40 طال عمرك نافض بشته جالسين في صدر القاعه وانت عندك ضيوف عندك يجيك العلم يجيك الشايب اول طال عمرك يمر ويسلم ولا مقدر الشيبان شوف الشيبان في الزوايا متسطرين طال عمرك وهو جالس مبشطه طال عمرك شيخ 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 شيخ, شيخ. عرفت ولا التقدير ولا الاحترام ولا تمرنا نفداك ولا تمرنا ولا تمرنا طال عمرك شوف كيف ترتيبهم محمد بن نايف الله يطول بعمره يوم نزل من جاي من المقناص يوم وصل الشرقيه في التلفزيون وش سوى يوم جاء عند اخوه سعود؟ حب ايده هو اللي عاد حب ايده وحب كتفه ترتيبهم في المجلس في التلفزيون مجلس الملك سلمان شفت كيف ترتيبهم؟ كلنا عارف ترتيب بالعمر كلنا لا تقدير احترام دائما انا اقول الشيخ لا يا اخي في ناس هو بالله الشيخ هو كبير السن ما هو باللي عنده منصب ولا اللي عنده دراهم اي بالله هذا ما هو بشيخ الشيخ كبير السن هو اللي عنده الحكمة وهو اللي عنده الفائدة وهو اللي عنده يا رجال الحين وين اللي يقدر؟ احنا بالشلون الحين كل ما حط له قرشين الرجال ضرب البشت وجاب صدر المجلس، طيب ايش يبانون الناس؟ الناس صارت ماشي خد دراهم الحين المناسبات الحين مثل الزواجات
عندك طيب ضيوف عندك يجون يتكون في صدر القاعة. طيب بعضهم ترى أي بعضهم كلهم. طيب أنت عندك ضيوف إذا جيت قلت لكم زعل عليك يقومني. طيب أنا عندي ضيوف أضيوف يخليهم وراء الناس اللي جايين بعيد. صح. ولا تلقاه يتصدر الصحن. والله العظيم. تلقاه مو بضيوف يعني من أهل المحل يعني تخيل من بعضهم يعني من أهل المحل تلقاه متصدر الصحن. يدورون فطح حسوينه. ترى تقديرك تقديرك الضيوف راعي المحل هو من تقديرك الراعي المحل. اشهد انت كانك تقدره لانه في محلك يعتبر محلك. اذا كان واحد انت إيه؟ بضيف جاي عند رفيقك الا هو محلك. اي بس ضيف ضيف رفيقك ترى ضيفك. الكلام الاهم من هذا سواء كان هذا ضيف ولا كان راعي محل ولا السن كبير السن. يا اخوي اكبر مني يا اخوي لو اكبر مني بيومين. اكبر منك بيوم على امك بسنه. إيه؟ اخي لو اكبر مني بيوم يومين والله العظيم اني لا يا اخوي اعطيه قدره. حتى الباب تدري يا اخوي تقديرك له اللي اكبر منك تقديرك له هو تقدير لك انت. أي. انت تقدر نفسك. الباب طلوعك منه خروجه ما تسبقه ولا شيء تخليه يطلع قدامك والله. اي هذا هذا هذني بعد صار ابد هب ريح يا شطف الشايب طال عمرك الا الشايب. هل الباب اللي طرى الموضوع هذا انه للاسف يا ولد انه يوم بعد يوم انها تزيد هذا الباب وان شاء الله ما تصير. هل تذكر احنا يوم كنا ولعان احنا ما هم من كبرنا احنا تونا صغار لكن يوم كنا مع الشباب عمارنا عشان كان واحد يتبع ابوه كنا نجلس في مجالس الشيبان. كنا انا من الناس اللي كنت اجي لاني اجلس جنب ابوي اجلس جنبه طاقيتي زري عشان طاقيت الفيصليه ذيك طويله ان شاء الله طاقيه زري شفت واجلس. وكان في البدايه كان ابوي الله يرحمه كان يسحبني مع السحب. طبعا هذا كان وضعه مع اخواني كلهم كان يسحبني مع السحب للمجالس وجلس فجلس يا ولد اشوف ذا يسولف هذا عنده علوم وهذا عنده ما ادري شو هذا. واللي لفت انتباهي تقديرهم البعض. انا ما ادري من الكبير العمر ما ادري من الكبير هذا شايب ذا شايب يبين في عينك من هو الكبير من هو اللي اصغر منه في العمر. يا ولد من تصرفاته من لا منه جاء واحد بيجلس قام عنه وهو هذا جد وذا جد وشوف يقدرون بعض ولا احد يدري من كبير السن من بين قوسين التربيه. اي تربية. التربية والله العظيم كانت يا ولد ترى كانت ذيك الايام حتى موجوده في صغار السن من اول كانوا يقدروا كان صغير السن ما يجلس اصلا ما تشوفه عند الباب طرف المجلس جالس. حتى الاخو الكبير الاخو الكبير ما يقدر الاخو الكبير ما يقدر الحين حتى مثل في المناسبات والضيفات لمن جاب ولده معه. طيب اي ثقافه انت تعلم ولدك الرجال ما تعلمه لا منك غلطت على مفطح تسحبه وتحطه بجنبك لا خليه يجلس في المجلس يقلط مع العيال الدور الثاني حتى لو في صحون فاضيه خله في الدور الثاني. طيب ولدك هذا عطس ولا غص ولا ورث قدامه ادبر الهين متين العلابي سلام احلى من شخاليل جبه واحلى من السمنه الجديده العرابي مع كبش مصلاح الراس هنا جبه من مذبح السكين حن الركابي يطول قصيد ما شاء الله خطوه الولد يوم الملاقع نكبه ياتي علينا من حساب الزهابي حتى ايش لو يلبس زبون وجبه معيره على غضيره معيره على غضير معيره على غضير الشبابي انا لقيت الصبر يا حلو غبه يرقيك روس مشمرخات الهضابي ومن لا صبر يا كليف في حكم ربه هذاك يوم البعث ما له ذوابي يقول هل لي ما حكى بالمسبه ولا عرقل الاجواد بكثر الهلابي هذا هوى بالي وهذا مطبه من قبل لا يكثح علينا التراب. الله ما شاء الله عزالك. يقول هذه قصيده تدغيم تغيم اللي قاله واشتهرت في وقتها وصار لها شان وتناقلوها الناس وبشرح بعض الكلام الغامض. اي والله الله يجزاك خير ولما هو معروف. يقول تغيم يوم قال الوالمه يا كليب عجل بصبه والرزق عند اللي ينشي السحابي لين قال سلام احلى من شخاليله جبه واحلى من السمنه الجديده اعرابي جبه مدينه من مدن حائل معروفه شخاليلها القلات اللي في علو الجبال يصير فيها ماء حلو وينزل منه مثل الشخاليل المطر فيتلقونه ويسوون منها قهوة والسمنة الجديدة عرابية اللي تو جاي من البر مع كبش مصلاح الراس نجبه من مذبح السكين حنا الركابي الطلية اللي نذبح للضيف ومن مذبح السكين حنا الركابي كانت عادات العرف السابقة هذه عادة اسمها. يقول إذا جاهم الضيف وذبحوا له ذبيحة يقوم راعي البيت ويحط يده بالدم ثم يحطها على رقبة ناقة الضيف. أها
الأولى اللي هو جاي عليها. نذبح هو عادات الأذبحة الذبيحة، يأخذ من دمها ويمسح برقبة ناقة الضيف. برقبة ناقة الضيف؟ إيه، ما هو جاي على ذلول يمسح على ناقة اللي هو جاي عليها علشان إذا راح الضيف يقوله. وين؟ عشان ها؟ وين؟ هذه من قصيدة من إيش اسمها، من هالحايل إيش اسمه تغيم، إيش اسمه هو؟ عندك تغيم الظلماوي، بس ما أدري وش، بس إنه من هالجبة، هو من جبة قال ولا من حايل، من حايل أتوقع، من حايل، من قفار، من قفار. يقول علشان إذا راح الضيف للناس ثانيين يدرون إنه يستحق ذبيح. إيه ويستاهل الإكرام، وإنهم قد كرموا فلان، كرموها الفلان قبل. خطوة الولد يوم الملاقى نكبه ياتي علينا من حساب الزهابي. يقول خطوة الولد أي بعض العيال إذا جاء وقت المغزى وراح معنا نعتبره كنه من العفش. يقول الولد لأخوانا وقت مغزى ولا شيء يقول نعتبره كنه من العفش لأنه ما هو بظفر وشجاع. أما بقية القصيدة تقريبا واضحة، بعض الحكام والأمراء في هاك الوقت ينغاض ويغار ما يبي غيره من عامة الناس يصير هو المشهور بالكرم، عرفت؟ يقولوا له صيت بينهم وده انه هو الكريم المعروف. عقب ما اشتهرت القصيدة وانتشرت صار لها شان، وصلت الصلت ذا فلان وذا ما يعرف تغيم ولا يعرف قهوته وما قد جاء. قال له بعض اخويا الخاصين نبي نروح نشوف شمري، ونعم والله يقول نبي نروح نشوف الشمري اللي يقول يا كليب يا كليب. يقول الوالمه يا كليب عجل بصبه، هو صدق والمه عنده ولا لا؟ الامير وش يقول؟ يقول احنا نبي نختبره. امير حايل قال احنا بنختبره نشوفه صاد يوم يقول الوالمه يا كليب عجل بصبه ولا لا، هو صدق والمه ولا لا. وخص على بعض من ربعه قريبين وراحوا، ولما في وقت ما يتوقع ان احد يجي فيه مثل ما تقول في ليله شتاء طويل. المهم يوم نوخوا عنده ودخلوا في البيت ولا والله ان الضوء حيه عامره، الضوء حية عامرة والدلال زاهبة، وهو اللي يقوم ويصب لهم من الوالمة اللي عنده. ويوم نظرهم ولا والله هذا محمد بن رشيد الأمير، ولا يوم استحد غيب وحسن فيه شيء وخاف وش سنع هالمسيار. يوم انه زاد حطب وزادت النار، اشتعال طالع وشاف وجه الأمير كان عليها أثر غضب وما هو براضي. فالتفت الأمير عليها وقال هذا الأمير التفت على تغيب، قال يا تغيب قال خير، قال يوم انك تقوصد يا كليب يا كليب وش عندك به؟ فعرف تغيم ان الامير زعلان وما يبي احد يصير له صيت اكبر من صيته، هو ارتجل وقال له وسلم عليه وفي سلام عليه، قال له ابيات ارتجلها ومعنى الابيات لولا وجودك امير لنا وانك انت اللي حنا في حمايتك كان ما شبينا الضوء ولا قلت يا كليب شب النار، وكل هذا وجودك وعزك. عاد هذا الأبيات اللي قالها، قال مده رهن لولاك ما قلت يا كليب ولا قلت شب النار صرموق دلة في ليلة تجد أسوات المشاهيب نسرية تلصق خليل 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 بخله من كل فج ياصل انك من أجيب ما هو غلا يا الضيغة مير ذلة نطعن بعزك يا حصان الطاليب لعل جامع حزمتك ما يفله يا الجوهر الناريز يا المسك يا المسك يطيب يا عنبر من جربه ما يمله تملى محاليب وتكفى تكفى محاليب وكبد تسيبها وكبد تبله يا طير شلوى ما لقي بك عذاريب لو تستحي ما تجمع الطيب كله. شو يقول يا طير شلوى ما لقينا بك عذاريب لو تستحي ما تجمع الطيب كله يا ابو الارامل واليتامى ومن عيب وابو لمن كان العصا ثال فله بله الله 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 وابو المحور والعمى والمحدي ومن ضامته بقع تصير ولدله ان كان هرجيبه عليكم عذاريب سامح عسى الله عقب سامح على عسلي عقبه كل الف حله. طيب عندي سؤال اسلم. الشرهان من الحايل صحيح؟ الشرهان والله ما ادري هو من حايل ولا من القصيد، اقرب ما له من حايل. من حايل؟ ايه شرهان. ايه طيب بسألك شو أبوك كان شاعر؟ إيه وجدانك؟ إيه فيها قصيدة لأبوك تحفظها؟ في قصيدة لأبوي إيه تذكر يوم قصيدة حمدان المري يوم طلعت قصيدة أبوه. يلا واحد اثنين ثلاث سعدون سعدون سعدون
سعدون ما في سعدون 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 البسة ماتت البسة ماتت يا عيال مرة دخلت النار بسبهرة يعني أنا وارط إيش جاء لا يكون أنا مسؤول لا يضيع حياتي عشان بسة يا ناس يا هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف ماتت أنا جايبها شكلي لا لا أنا شكلي أهملتها لا ممكن هي ما شربت بس برضو أنا مهملها يا الله يا الله طيب إيش صار أكيد في سبب يا رب لا أكون أنا السبب يا الله يا رب الناس وأنا أقول للناس رفق بالحيوان أقول للناس رفق بالحيوان يعني أنا السبب يا هو يا رب يا رب إلهمني الصبر يا رب يا رب ما أكون السبب يا الله يا رب يا رب تفضل محمد أولا هو فهم فكرة غلط صح؟ شلون؟ تمنينا حزنه على فقدها نعم احنا تمنينا حزنك على فقدها بس انت يعني جبت سيناريو ايضا جميل انه هو وصل رسالة معينة بموضوع رفق بالحيوان وهذه الأمور الجميلة بالنسبة لإيحاءات وائل ما بين التراجيديا والكوميديا مباشرة أقدر أقول إن الكوميديا عندك طاغي طاغي يعني قوي طيب ضحكني قوي لا أنت قوي في الكوميديا تلقائيا يعني فاهم علي؟ أما بالنسبة لي كتمثيل ارتجالي بهذا الطريقة جميل. في نقطتين الأولى أنك مستثمر جيد للمواقف أكبر دليل أنك يعني قلت نوعا ما برشم أنه يسوي ذا فحن يعني حنا على طول ضحكنا من هذا الشيء الأمر الثاني كنت تناظر البس أكثر منك تناظرنا فحنا ما ندري إيش تسوي كنت طول تناظر البسة ثم ترفع البسة ثم تنزل البسة يعني ما كنت تناظرنا بشكل جيد فهذه إيجابية وهذه يعني تعديل أنا وجهة نظري طبعا وائل في الكوميديا ما له مثيل الله يسعدك هذا شهادة أنت موجود عشان تضحك الناس على ما تزرع ابتسامة على ما تقدم مو عشان تبكيهم على ما تقدم عشان تضحكهم أنت كذا موجود عشان تضحكهم جميل تسعدني يعني شكرا جزيلا يا وائل والان نبي ناخذ برش تفضل برش برش انا اريد شيء يطلع ايحاءات وجهه طيب برش وش الادوار اللي تتقنها عشان نلبسك حاجه مناسبه شفت يا عبد الله والله يا اخوك الصد كلها اجيت كل العيال كلها اقدر اسويها فلبيني اسويها ف وش فلبيني ما في فلبيني لكن يلا وش يعني فلبيني وش فيه لا لا جاليه 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 غير فلبيني اريده يعني انا ما شفت ابو رش يوم يخلط ما بين شيء شلون يعني تراجيديا مع كوميديا يا شفناه كوميدي يا تراجيدي لو قلنا ابو رش فلبيني زين يتشكى الى يشتكي كذا قاعد يتذمر بينه وبين نفسه ايه يشتكي من ظلم الكفيل ممكن ممكن السلام عليكم ابو شحمه الله نطيب 3 هذا لذيذ 2 1 قول والله اكشن اسالكم لا اله الا الله يا اخي هذا والله مسكين انا يسوي انا يسوي كنس بيت سوي كله تنظيف سوي كله انا يسوي انا ودي هذا هرمه ودي سوق انا يسوي هو يدي يخصم من راتب انا يا الله يعني ايش اسوي انا اروح اسوي يعني هذا سعودي كربان والله هذا سعودي ما في كويس انا خلاص انا بكره انا يبغى امسي ما في اجلس هنا سعودي هذا سعودي بس يبغى اكل يبغى ابي كرشه يبغى نوم يبغى كله سكول انا فلبيني عشان انا فلبيني ليش فلبيني عشان عيون انا صغير لا انا ما في اسكت انا الحين ابغى سفر مع السلامه انت السلام يلا شباب شباب بس بغيت طيب منيته يقول نصيحه التقييم على السريع على السريع الصوت تعبان استرسال راشد بديهي جدا جميل استرسال هذا اللي مسكته عليه اما ايحاءات وجهه تبارك الرحمن فلبيني جميل زياده ترى الصوت مساعد يا جماعه في احتقان زياده عن اللي قال محمد لا 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 بس اسمه حضورك حتى لو كان النص ضعيف يشتتنا ويجعلنا نسعد بطريقه مختلفه انا وجهه نظري كان الجمال في مشهد راشد كان بادي بصوت ثم يوم حزن وبكى نعم. انتقل للصوت اللي حلو حلو جميل عجبني يعني جراسياس يا راشد شكرا جزيلا بسام اهتمامك على عجاله بسام مجنون بسام مجنون زين قاعد يسولف هو نفسه عن لا لا غير مجنون لأن قبل شوي ترى مجنون اسهل دور انا اقوم بسام مجنون زين
قاعد يتحدث عن طموحاته بينه وبين نفسه. راشد بجيب لك شاي. كبير سن، كبير سن فقد احد اولاده. ما تبغى مجنون ترى، كنت متقنا جدا. تبغى غير كبير سن فقد احد اولاده. ايوه كذا. يلا كبير سن. وش كبير سن؟ مجنون ولا كبير سن؟ ولا كبير سن؟ مجنون تو مثلته صح؟ اعطوه عصا. كبير سن فقد احد ابنائه، بشوف حزن. بسم الله. يا وش ولدي اللي ربيته، بس عادي يمكن يشفع لي بالاخر. لا وش يا ولدي، والله وش مني ونسني الحين، والله العظيم باش والله سلمنا من المصروف، يعني الحين مصرف عليه، بس يوم يسألوني الناس عنه وش اقول؟ ولدي مات، يعني تفريطه فيني انا. شاولي بس والله يعني سيارتي ما على طول بتروح الصناعية، بتفتك من ذا الولد. يا والله ما ادري ما ايش اسوي. يا الله هل انا عندي غيره ثلاث، وشلون افتك منهم كلهم عشان ابكي مره واحده؟ ما هو كل شويه ابكي. والله انا ابيشه. انا لك قلت مجنون شايب، قلت اخلط النصين افضل. انا توقعت ان يستخدم بديهي. ايه سيكون خمسه او سته كذا فقره جزوي الخيمه. طيب حلو، بس خلى التقييم صالح. لا مؤتمر جمهور، التقييم بس صالح. صالح بعدها خلاص خذ راحتك. الديوانيه نقيم بسام وخلاص. خذ راحتك. خذوا تسمحون يعني اسمحوا. اي بالعكس تشو. اسلم دون استئذان يا ابو فطين. ما شاء الله عليك فطين، مسكت الادوار اللي ذكرناها كلهن وطبقتها مره واحده. لما تروح للحزن تجيب الحزن، فعلا جاب الحزن. نعم. ولما ترجع انك كذا تسوي كذا فعلا وش ذا المجنون، فهمت علي؟ وعجبتني حركه سريعه كذا دخلت عليك. انا عندي ثلاثه لو ماتوا كلهم عشان اصيح مره واحده. جمله كوميديه جميله. نعم. نفتح حلو. جميل. جمعت اشياء كثيره، الحركه كانت جميله عندك، جلست ووقفت وتحركت. الشيء الثاني تعبير وجهك كانت جميله جدا. بس كذا الماحه، تمثيلك ترى قريب قريب من الاردن، تمثيل اهل الاردن زينهم طبعا ممثلين ترى كبار ما بين يبونهم غير 50 كيلو. إيه ما شاء الله. فعندك الدراما الاردنيه حاضره عندك، اما انك بتاثر فيهم او انك تشوفهم كثير سوريين. ما شاء الله، والله الف نعم. الف الف نعم. انا بالنسبه لي الاسترسال كان جميل جدا، الانتقال من مشهد الشايب الى هو جمع الشايب والمجنون. مره مره او الشايب مو الشايب والمجنون، خلينا نقول شايب ومجنون. شايب ومجنون. اتس اوكي. فانا اشوف انه انت ابدعت واسترسالك جميل جدا، فانتقل قال كذا ثم رجع كذا ثم رجع كذا ثم جلس قال عندي ثلاثه غيرهم. لفيك كان جميل. تفضل. الله يطول عمرك. قدرت تفكير او يعني تفكير الحزن بي هم انتقلبوا بعض. صح. ومتهرجة. فقدرت اقلب على راسي. والله والله تحسن. على راسي والله. شكرا جزيلا يا بسام. وائل خواجي الان نغير الطاقة. لكن انا نبغى انا عندي نقطة بسيطة. انا والله اني افتخر ان وائل يقيمني بما انه له مجال طويل بالكوميديا وبدون وائل. كيف شفت المشهد اللي جميل جدا؟ اشتغل على كاركتر ما طلع منه، عيشنا اللحظة مع الحزن. في عندكم فيه كان حلو، رمياته في الوفيهات كان اختيار وقتها مضبوط. بسام حيكون في المستقبل حاجه كويسه. جميل. الله اكبر. طيب يا وائل الحاجات كويسه. وائل قدامك. وائل الله يسعدك. قدامك ثلاث دقائق حره، نبغاك ستاند اب كوميدي تنطلق على بركه. نبغى نبحث. جاهز؟ شايب. طيب ما عندكم موضوع؟ الموضوع اذا عندك شيء قديم انت عندك ترى ممكن. لا خلوني. طيب اسماء 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 خليها. خلاص دخلت ابو كاتب. وائل لا لا خلاص خلاص غير لي بأسماء غريبة. غير أبو كاتم ترى يخاف. لا غير أبو كاتم. أنا حتكلم عن شخصيات في القرية. جميل. طيب وقت للتحضير ولا الآن؟ لا على طول بدأ. لا ما أتوقع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشباب أباكم بس تعيشوا معي اللحظة. طبعا أنا وائل خواجي دخلت زيد فرصتك وقدمت على زيد فرصتك، والحمد لله اليوم أنا واقف معاكم في زيد رصيدك. أول ما دخلت شفت القرية، ادوار عالميه، ناس متسابقين، وانا ماشي فجاني محمد عثمان ميكروفون متنقل قال يا ويل. انا طالع كذا ليش؟ طيب ترى انا عندي اذن وقزحيه مدري ايش اسمها حاجه. لما يمشي ويلبس شورت من تحت اخضر فوق اصفر، يا طيب ترى انت مهندس، انت طالب هنا في رصيدك واجلس يا حي الله يجزاك خير.
محمد العماني انا ورط ورط بالثوب وقعدت يومين ساكت، قدمت عروض ثلاث ايام ساكت من قوت السكوت. واحد يقول لي كيف حالك، اقول له جزاك الله خير، مع اني مالي جزاك الله خير ما له مكانه. قال العماني وائل اخذ وضع الاسد، تحمس جبت العيد اول بكاتم دخل لي انا. قلت مو مشكله بكره اتطور اصير هامور. سعد السبيع يستاهل، بس اول مره اشوف هامور شغله مطعم ياكل ويشرب بس، كلمه ما في. وبعدين اول مره اشوف هامور للامانه معليش يمشي كذا مسوي رقم 110 هو بالنص طيرش خالد عميس. يا حبيبي نهدى ونركز، نظاره في الليل ليه يا حبيبي؟ انت هامور في النهار ونظاره في الليل سودة ليش؟ وبعدين الهامور بس كلمتين يقولها، مثل حوين العشاء البلديه ايش عندكم؟ محمد الذهلي فاهم البلديه غلط، يفكر انس نايم مدخل رجوله بين القلوب، ترى دي مناشف الله يجزاك خير. طيب مدخل رجولك حرام يا الحبيب. بسام عطيه وضعيه المطعم النشريطي، الدجاج بكم؟ خمسه بخمسه، سته، اسحب منه صحن حمص جيب هنا، سبعه، جيب فلوس، سبعه. راشد القحطاني انا ورط فيه، يعني ما ادري هو يضحك ولا يبكي، لما يضحك تيجي جبهته كبيره يجي جاري البحث عن عيونه، انا ايش اسوي؟ يعني انا وارط في القريه هذه. سجان مرجان الله يعطيه العافيه، يعني اذا زودت كل يوم نعيش واقعنا حياه والرصيد انزل. هذا